قصة تاجر الملح والحمار اللئيم. يحكى أنه في زمن كان هناك تاجرا يبيع الملح في الأسواق، وكان التاجر يحمل الملح على ظهر حماره يوميا من بيته إلى السوق، وكان هذا التاجر يضع حمولة زائدة على ظهر الحمار مما يعمل على تعبه وإرهاقه. وفي يوم من الأيام في الطريق إلى السوق، جلس التاجر لكي يستظل بالظل شجرة ويأخذ قليلا من الراحة وبعدها يواصل الطريق. عندها دخل التاجر في نوم عميق، استغل الحمار فرصة نوم التاجر ونزل إلى ماء النهر، وحمولة الملح ما زالت على ظهره. فلما نزل الحمار إلى النهر زابت حمولة الملح داخله. وقتها شعر الحمار بأن الحمل أصبح خفيفا جدا على ظهره. لما استيقظ التاجر واكتشف أن حمولة الملح انخفضت ولم يكن يعرف السبب، قرر التاجر العودة إلى منزله ليأخذ حمولة أخرى. تكرر نفس الموقف لعدة أيام متتالية، حتى قرر التاجر أن يراقب الحمار ليعرف أين تذهب حمولة الملح. ولما عرف أن الحمار كان لئيما وكان ينزل إلى النهر حتى يذيب حمولة الملح، قام التاجر في اليوم التالي بوضع كمية كبيرة من الإسفنج على ظهر الحمار دون أن يشعر. ولما نزل الحمار إلى النهر زادت الحمولة فوق كتفه، فعرف أن أمره انكشف، وأنه حتى وإن كان لئيما فإن التاجر كان أكثر ذكاء منه وعرف كيف يوقفه عن فعلته.